اليوم جاءت الملك راه تبعتي الخطاب تقول بان نديروا الربط ما بين الاحواض. الربط ما بين الاحواض وهو انه الماء اللي هو تيمشي للبحر اننا نستغلوه ونوصلوا للمناطق اللي هو محتاجه اكبر. وبالتالي فغنطلقوا ان شاء الله في الاسابيع المقبله في بناء هذه القناه طبقا للتوجيهات الملكيه ما بين السد ديال السبو اللي غيوصل سد محمد بن عبد الله، وغنجيبوا 300 الى 400 مليون متر مكعب اللي غنوصلوها للدار البيضاء في هذه الثلاث سنين. على ما تجي تحليات المياه نضمنوا ان الماء صغير في الشرب يوصل للدار البيضاء ويوصل للمنطقه كلها والحوض كامل ويوصل كذلك لمراكش. نقطه اخيره وهو انه هاد العمليه ديال الربط ما بين الاحواض غنوصلوها كذلك حتى للتنسيفت ان شاء الله في مرحله ثانيه. واخيرا في اطار هاد النقطه اللي طرحتي السعيديه، فالسعيديه اليوم يمكن نقول كان المفروض تكون جاهزه في 2018، اليوم غنطلقوا ان شاء الله من هنا لاخر السنه واحد تحليات المياه في الناظور، وتكون واحد المحطه ديال 200 مليون متر مكعب اللي غتحل الاشكاليه بالنسبه للمنطقه. انا حنا نقول لكم بكل صراحه بانه الحمد لله طاحت الامطار وكانت بعض الفيضانات في المنطقه ديال تنغير وكذلك في النسبة الحوض المائي ديال الملوية، وبالتالي اليوم يمكن نقول لكم بأن ما بقاش مشكل بالنسبة للملوية الحمد لله، لأنه كان السدود عمرات بالقدر الكافي خصوصا بالنسبة للوادزة اللي غيجعلنا أننا غنضمنوا الماء سعر الشرب بالنسبة لهذه السنة. ولكن السينيزار